النهارده يا جماعه وصفتنا وصفه جباره في ازاله الدهون، هتخلي وزنك مثالي جدا في اقل وقت. خلال اسبوع واحد بس هتنزل كل الدهون العنيده اللي انت بقالك زمان بتحاربي فيها وما بتنزلش. عملت وصفات كتير وجربت حاجات كتير وما نزلتش معاكي. حاولوا النهارده يا جماعه جربوا معايا الوصفه اللي انا عاملاها ديت، وصفه فعلا مدمره، هتدمر معاكي كل الدهون العنيده. عايزين تعرفوا الوصفه عملناها ازاي؟ حط لايك للفيديو ويلا بينا. ودلوقتي يا جماعه هنعمل الوصفه بتاعتنا. وصفتنا النهارده عباره عن ايه؟ تعالوا يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحبايب قلبي اللي ما حطوش لايك يا جماعه يحطوا لايك للفيديو ويلا بينا. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا النهارده الليمون اهو، هناخد نص الليمونه دهيت وهنعين النص الثاني، علشان خلي بالكم الوصفه معايا يا جماعه النهارده ان شاء الله هنعمل كوبايتين اثنين. تمام، ده كده هنستخدم اول ليمونه معانا اهيت، النص ليمونه قصدي، والنص الثاني هنعينه عشان الكوبايه الثانيه. فحاولوا كده ان انتوا تتابعوا معايا الوصفه للاخر علشان ان شاء الله تجيب معاكم نتيجه كويسه جدا اهو. هنقطعها بس كده اهوت اربعه. تمام، انا هاخد بقى ايه؟ الليمون بالجلد بالقشر بكله ده كده اهوت، نص الليمون. طب تعالوا بقى نشوف مع بعض تاني المكون، واللي هو ايه؟ الزنجبيل. بصوا هناخد قطعه صغيره كده من الزنجبيل اهو، يعني مش هناخدها كلها علشان الناس برضو اللي بتحسس من الزنجبيل يا جماعه، هناخد بس حاجة بسيطة كده يعني ايه منها. هناخد هنقشرها بس كده الأول اهو. ده كده يا جماعة الزنجبيل اهيت انا قشرته. هناخد كده على قد يا دوبك الكوباية، وقلنا طبعا مش هنكتر علشان الناس اللي بتتحسس. بصوا بقى هناخد نصها بس كده، هنعمل النص التاني اهو برده هنستخدمه اهو. وهناخد القطعه اللي انتوا شايفينها ديت، بس هنقطعها قطع صغيره، يا اما هنبشرها على المبشره يا اما هنقطعها قطع صغيره خالص على قد ما نقدر اهو بالشكل ده كده. عادي برده ممكن ان احنا ايه نقطعها كده اهوت بالشكل ده كده اهي عشان تنعل معايا كأن بشرتها بالظبط. ما شاء الله عملت لي يعني كميه كويسه اهي. تمام، ده كده دلوقتي انا حطيت. هننزل عليها دلوقتي يا جماعه بالميه المغليه، ودي افضل وصفه ممكن ان شاء الله ان انت تعملها معايا. طبعا الوصفه بتاعتي لسه ما خلصتش، تابعوا معايا يا جماعه الوصفه للاخر اهو. هنقلب بس الليمون مع الزنجبيل بالشكل ده كده. خلصي. طيب دلوقتي بقى معانا ايه؟ معايا يا جماعه باكو شاي اخضر اهو، ده باكت من الشاي الاخضر زي ما انتم شايفين كده، هناخد منه باكو اهو. وهنحط طبعا، وقلنا يا جماعه الميه هتبقى مغليه اهو، هنحاول بس نغطسه كده اهوت علشان ينزل كل الفايده اللي فيه. حابين ان انتم تشيلوا كل المحتويات اللي في الكيس وتفرغوها مفيش مشكله اهو، هنسيبها بقى كده اهوت وهنغطي عليه ده كده اهوت. يبقى انا كده يا جماعه الوصفه معايا جهزت دلوقتي. وصفتنا الثانيه ان شاء الله برضو هنشوفها مع بعض وهقول لكم ديت هتتاخد امتى، بس لما نشوف الوصفه الثانيه اللي هنعملها مع بعض علشان اقول لكم الاثنين دي بتتاخد امتى ودي بتتاخد امتى. تمام، الكوبايه بتاعتي ديت ده يعتبر كده كوبايه دمار، هتدمر كل الدهون الموجوده عندك في الجسم اللي مش بتنزل بسهوله. الدهون يا جماعه اللي هي الصعبه اللي انتوا بتحاولوا يعني تعملوا وصفات كتير تعملوا حاجات كتير ما بتنزلش معاكم بسهوله، ده ان شاء الله هتنزل معاكي. الكوبايه دي كفيله الوحيده ان هي تنزل معاكي الدهون وهتزود معاكي معدل الحرق. هنحطها كده على جنب ونجيب الكوبايه الثانيه. بصوا بقى الكوبايه الثانيه برده كوبايه ما شاء الله، كوبايه جباره جدا، هتخلي الدهون عندك تتنسف، هتنسف معاكي الدهون خالص. تمام كده. طيب ده اول حاجه هستخدمها في الوصفه بتاعت النهارده اللي هي طبعا بصوا بقى نص معلقه كده من الكمون اهيت، هننزل عليهم برضو كوبايه ماء مغليه يا جماعه. هنقلب كويس، تابعوا معايا الوصفه علشان الوصفه ديت تبقى كويسه جدا، واقول لك برضو خديها امتى. تمام، ده كده الكمون، نص معلقه الكمون اللي احنا ايه حطيناه.
تعالوا بقى كده نشوف هنستخدم ايه تاني. هنستخدم الخل بتاعنا بتاع البيت، هناخد منه كده معلقه. الخل العادي يا جماعه، مش خل احمر ولا اي خل، هو خل العادي بتاع البيت اهو، هناخد منه معلقه اهو. بصوا كده حطيت على كوبايه الكمون، والكمون يا جماعه هيتحط على ميه مغليه مش هنغليه، تمام؟ برضو تابعوا معايا علشان ان شاء الله في مكون تاني لسه هحطه. بعد ما حطيت معلقه الخل، هنستخدم بقى طبعا النص ليمونه اللي احنا قلنا عليها اهيت، هناخد برضو كده ايه النص ليمونه، تمام؟ هنقلب برضو كويس جدا كده اهوت، وهنسيبها كده لغايه ما تهدى معايا شويه. برضو هنغطيها زي ما غطينا الكوبايه دي، هنغطيها تمام، وهنسيبها تهدى معانا شويه. بعد ما تهدى هنقول لكم بقى ان شاء الله يا جماعه هناخدها امتى. طيب يبقى انا كده عملت في الوصفه بتاعتي كوبايتين اتنين اهو، ده كده يا جماعه الكوبايتين اللي انا عملته. اول حاجه الكوبايه اللي انا عملتها بالكمون ومعلقه الخل الصغيره اللي خالص يا جماعه، معلقه خل بسيطه جدا يعني حاجه صغيره كده ما تذكرش، ونص عصره ليمونه على كوبايه الكمون دي، ودي افضل حاجه ممكن تشربي. ده ان شاء الله هناخدها كده الصبح على الريق، هتبقى ممتازه جدا الكوبايه اللي شفتها معايا دي، تمام؟ مره واحده بس في اليوم. ده كده اول كوبايه اهيت، عرفنا ناخدها امتى بتاعت الكمون ديت، هناخدها طبعا على الريق. اما كوبايه الشاي يا جماعه بالزنجبيل والليمون، ده ان شاء الله كده تاخدها بعد الغدا، هتبقى ممتازه جدا جدا، تمام؟ يبقى انا كده عملت كوبايتين اتنين، الكوبايتين اتنين احسن من بعض في الفايده بتاعته. دول بقى يعني يعتبر كده هيدمروا لك او هينسفوا لك الدهون بمعنى اصح في اقل وقت، يعني ممكن ان شاء الله لو انت استخدمت الوصفه دي حوالي اسبوع واحد بس. انا عايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه ان شاء الله باسبوع كده، حاولي برضو ان انت توزني نفسك، هتلاقي ما شاء الله في فرق كبير جدا جدا من اول اسبوع، تمام؟ اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروا الوصفه علشان ان شاء الله الفايده تعم مع الجميع باذن الله. واستنونا في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.